صباح الخير، سافا؟ كي دايرين؟ كلشي بخير، صحة لاباس. جيت نشارك معكم واحد لا غوسيت تما فريمون تري رابيد، سهلة بزاف. ما كنتش غادي نصور، تلقيت راسي دغيا وجد دغيا صايبت لا مارينات ديالها، قلت غادي نصورها معكم. علاش لا؟ غير اللي ما عارفش لا المارينات كيفاش كتدار، ياخد فكرة وصافي. كل واحد اصلا كل واحد كيفاش كيديرها. انا اليوم بغيت نصايب واحد هذا كروفيت رويال صوتي، دونك انا حيت ليهم ديجا غير هاد الرجيلات ديالهم اللي كيكونوا هنا، خليتهم براسهم باش يبقى باين. دونك لي انتريسي خديتهم من المارشي سنترال ديال الحوت، نورمالمون كيلو كيدير 350، خليها ليا فينالمون 340 درهم. ثلاثة ديال الكروفيتات، هاد لي تخوا كروفيت رويال جاوني ب 140 درهم، فيهم يمكن شي نص كيلو زايد شي شوية. دونك فوالا، انا كل وحدة درت ليها من التحت وقت سيدنا موسى. ولا ماغينات سهلة بزاف، دونك درت هيا، درت ديجا زويتة بلدية، درت شوية ديال عصير الحامض وزدت الخل ديال الخلط الحامض حتى هو، مليحه، لبزار، ثومه قطعتها صغيره، ونورمالمون خاص يكون قزبر معدنوس. انا قلت ما لقيتش عندي قزبر معدنوس، درت الغومارا، عندي دوك القريعات ديال العطريه، درت الغومارا حتى هو كيعطي نسمه زوين. دونك كيف ما قلت لكم، هاد لا مارينات غادي نخويوها دابا على الكروفيت ديالنا وغنخشيو في الفران، قول ميم با واحد 20 مينوت. خليكم معايا. دونك هنا شرملتو، غادي نخشي دابا في الفران لمده تقريبا 20 دقيقه، تنوريكم الشكل النهائي ديالو. السلام عليكم. دونك هما لي كروفيت ديالنا، مره ما خرجوا من الفران، قصار ومساكن، ما بقاو لا غوايه لا والو. المهم كيجيو زوينين وبنينين. فوالا، وبصحتكم وراحتكم. اللي جربات الوصفه ترد عليا كي جاتها. بون كوراج، باي باي. اي فوالا، انا حطيتهم دابا هنايا، تيوجد لو بلا اخر وغادي نوريكم كلشي. بصحتكم وراحتكم، نهاركم مبروك، السلام عليكم.